تدخلوا اسكندرية بالسلامة تشدونا جواب. حاضر يابا. ملكوش دعوة بالبحر. حاضر يابا. حاسب من بنات بحر يا حسونة. مش عيب يا بلحاج. حاضر يابا. عاوزكم تشرفوا بلدكم ميت ابو شادوف، فلازم تذاكروا ليل ونهار. حاضر يابا الحاج. اربع سنين بتوع الكلية تاخدوهم في سنتين اتنين بس. بس يعني يابا هي ما قدرت كده. يلا خشوا انتوا وانا هناولكوا الشنط. ان دي اسكندريه ضروري مكتوب عليها. ده مكتوب سيدي جابر. ارجع ولا ارجع. ما هو سيدي جابر يعني اسكندريه. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا. شيلها يا شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه؟ امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال. ايوه يا بيه. شيلنا. حاضر يا بيه. العفوش بكام يا اسطى؟ هناخده نص جنيه. ليه بقى؟ انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول، وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين، وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر، نخش شويه نبقى في الانفوشه. طب اتاكل على الله. ولا حفظت الوصفه؟ صم. يلا بينا. يلا. يا ألف أهلا، يا مليون مرحب. وبعدين؟ ولما ربنا أكرمنا وخدنا ثانوية عامة سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق ايه؟ يا ولية يا جهلة، زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح؟ صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع، 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بسارية محولة اوراقنا على جامعة اسكندرية أمي صممت، لازل لا في شقة ولا فرقان. معقول برضو؟ اهي تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ اشحال ان ما كانش امك بنت خالتي. يعني زهرة في مقام خالتك بالظبط. صح؟ صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقة. ما هو حسونة بلدياتي، ابن احمد افندي حسونة رئيس مكتب البوسطة اللي في البلد. مين جاي امك؟ تعالى زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك.
انت بتعمل ايه يا بس سيبه معلم شيحة. خد يا زين. ايه ده؟ خد. ده شوية حاجات كده على مقوسهم بعتهم لك امي. ده حس كده بقى. انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. كتير يا شيحة بيه؟ لا ابدا، وردية بالليل وردية بالنهار. زغلول هننام امتى؟ احنا ننام يوم الجمعة. يلا انت وهي يلا يا يلا بقوا سبعة يا زغلول. بقول ايه يا معلم شيحة؟ نعمين فيها عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ بإذن الله كده في واحد جاي بعد 9 أشهر أو بيعملوا لكم حس في الشقة. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا آخر راحة وهتذاكروا أجدع مذاكرة. الله ما تخافش يا أسطى عبده. إيه رأيكم في الأوضة؟ هي في الحقيقة يعني مش بقول لك هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي؟ طبعا إذنكم وأنا كلها اوضه وصاله. هما دول قرايبك اللي قعدت تعشمني بيهم يا سي زغلول؟ زغلول معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله، امال هي تكيه؟ البلد زحمه عشان موسم التلاميذ، ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضه زي دي. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. شلناها للابع مشيحة. يا شيحة بيه، الحمار ساعات بيقولوا له شي وساعات بيقولوا له حا، انما شيحة ده يبقى حمار ابن 60 حمار صح؟ ده يقصدني انا صح؟ صح. استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقضيها. يا
الاوضه ب2 جنيه في الشهر في الليله طبعا، ده في العشر ايام الاولى، بعد كده تبقى الليله بجنيه ونص بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجي لك بعد 10 ايام. اوضه 19 ارخص اوضه بسرين عندنا، جنيه واحد في الليله. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ اصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل ده مؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار، كتير جنيه. ده حراميه يابا. هي واسعة بس ضيقة شوية. أو السقف نازل. وفيها سفور. شفت في أوضة النوم واحد. والشقة اللي شفناها دي إيجارها كام في الشهر؟ 100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شوية. إحنا هندفعه 7 جنيه. ويا حسان أنا العصاية. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنباته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها في السرايا دي. خليك انت اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. حصل بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه؟ مطرح الحوض هنزرع فول، واللي جنبيه نزرعوا سلطة. الله يعمر بيتك يا عم علوان. مين الحياجر؟ ما احنا قدامك اهو، ما كانش يتعز. انا فاكرك بتأجر أوضة لأختك، قريبتك، الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده أندر راجل في اسكندرية. ما انا عارف. شيلنا، شيل. شيله. قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا لو كنا بنات كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف، نشوف. انتوا حظكم يا رب.
زفت، رطوبة وما بتخشهاش الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبانة والأجرة هي. مساكين، السكينة سرقاهم، مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ ولا حاجة. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات، وانا بشكر اني ما لقيتش في المدينة الجامعية. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في اوضه علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، اشكرك يا رب. في شغل. ايه ترى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرفنيش. ده هيذلنا علشان المائية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات. البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط مظبوط. مساكين مالهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه لله، هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبه برج القاهره دي؟ عشان وحشه. نعم، قصدي اللي تبقى وحشه كده لازم اخلاقها تبقى وحشه. انا خايف على البنات منها. انت عارف هنا اهم حاجه عندنا الفضيله. الفضيله. بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على اوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغايه دلوقتي. تعال. اتفضل. اتفضل. اربط الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطنش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطه دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب16 قرش ونص في اليوم. فصلها ولا فصلها. شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل بسيطه قوي. مش تشوفوا الاوضه الاول؟ اتفضلوا اتفضلوا. يبقوا مين البهوات؟ دول هنا زيكوا بالظبط. هو البي معانا في كلية الآداب برضه؟ سكر. أنا. يا نهار اسود، يا نهار ابيض على اسود. وليه يا بنتي ما رحتيش لوكاندا ولا بنسيون احسن؟ ابدا، ده انا دخت ما لقيتش. ثم هنا امن. امن. الله، بتعمل كده ليه؟ ولا حاجة. مين صاحب الفيلا؟ ده راجل وحداني، كان عنده بنت زي حضرتك كده وماتت. يا حرام. مساب اسكندرية وسافر على العزبة. وكلني أنا بإن أنا أجر الفيلا دي للطالبات اللي مش لاقيين سكن. والنبي الراجل ده طيب،
طب ده انا نفسي اشوفه واشكره وابوسه. وهو عايز ايه غير كده؟ نعم؟ كويس قوي لو جت على البوز. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصل وجودك هنا خطر. ليه؟ اصل في فك كبير قوي بيحروز بالليل مفيش حد قادر يمسكه. خطر يا اخواتي خطر. ما تخافش عليا هجيب له سم فران. ما يحوقش فيه. صباح الخير. اهلا صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انت من مصر؟ ايوه. كليه ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. بصلا ونجوى اخرى اداب. اهلا. الله امال انت اسمك ايه؟ اسمي ناهد. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في، واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. انت منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انت يتخلوا بيا. يوسف عمرك شبه طومي. يوسف عمرك انت. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا. اب لا، بيسا يناير. انت عايزه ايه بالظبط؟ هدوم التنس طبعا، والمضارب والكور. انت عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها، هنجيبها ازاي؟ ده تاريخ الحضاره لوحده ب 15 جنيه يا ستي. ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبه الكليه. لكن اللي انا حامله همه بجد المواصلات. حقه، كل يوم من سيدي بشر للشاطئ رايح جاي. ناخد تاكسي. ايه تاكسي كل يوم لغايه الكليه؟ ليه؟ ابوكي اوناسس. ناخد شركه احنا الثلاث برضو تكاليف. لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات صباح ازاي؟ مش انت وزير الاسكان حسون احمد حسونه؟ مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المهام ولا ايه؟ ايه بتمرن؟ وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. يا شيخ اتنايل احنا حلتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟
شوف اما اقول لك، انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع. ما تحاولش تاثر عليا، مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان. لما اكون مين ما اقدرش انا البس فستان. انا لما اقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن البس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول، يا فضحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش، انت دلوقتي اسمك بهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسم ايه؟ بهيرة وانا شهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك فحيرة. شفيرة فخيرة تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوه يا قبلتي. استنى اما اظبطها لكم. لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فمركبش في ال يعني في المطرد. بصراحه يا ست فوزيه احنا بناخد درس خصوصي عند واحده استاذه في الجامعه، ست مفيش اختها، نتيجتها 100%، بس جوزها بقى راجل قفل ومنع اي راجل يخش البيت. اتفقنا معاها ان احنا ندخل البيت على هيئه بنات. صح؟ صح. علقي بقى البدلتين عندك لحد الصبح. وهترتاحوا على البدله. انا ما استلمتش غير بدله واحده. فين بدلتك؟ معلقها هنا. اقلع. ابرد. بأبرد. هتقلع يعني هتقلع. بقول لك لما اقول لك هتقلع يبقى تقلع. ما تمسكنيش ولا ما. واسمع. ما حدش يمسكني من اللي سيب ابرد يعني. يعني. سيب قلع. ايه مفيش ولا تاكسي؟ مش هنلحق المحاضره على فكره، ده احنا بقالنا نص ساعه واقفين. مش معقول الوقفه والعطله دي كلها، مفيش فايده في التاكسيات دي. انا رايح لغايه الشاطبي، لو كنتوا في سكتي اتفضلوا. يلا نركب. نركب مع واحد غريب معقوله دي؟ نتعرف بيه ما يبقاش غريب. انتي مجنونه. انا مادام واثقه من نفسي ما يهمنيش. ما احنا دخنا اهو مش لاقيين تاكسي. يلا بلاش جبن بقى. انا تعبت. بالعكس، ويا ريت تدوني الشرف ده كل يوم. ودي معقوله؟ وفيها ايه؟ العربيه فاضيه وده طريقي للشركه بتاعتي كل يوم. انت عندك شركه؟ ايوه، شركة حمدي للاستيراد والتصدير. ويا ترى عاملين ايه في السكن؟ ساكنين في الكندا ولا بيت طالبات؟ في الفيلا طبعا. فيلا؟ الفيلا بتاعت عمي. ايه؟ عمك. طبعا اذنكم. باي باي. باي باي. ايه المجنونة اللي انت بتقولي؟ اسكتي. باين عليه غني قوي. وانت كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عمي. صحيح. الله؟ طبعا. بعدين يفتكر اننا اقل منه. اذا كان هو عنده عربيه انا عندي فيلا بتمن عربيته 20 مره. الله. ده انا هاخد حته خامه. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرفي اسم منين يا حلوه؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين اوطة. وشوف اهو، افتكر مالكش حاجه بعد كده. خف شويه هتفضحنا. ايوه بس اصل ايه تاني؟ ما احنا عملنا اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافيه ورهنا البدل. اوعى شيخ. اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. احنا استوينا يا جدع. يا خساره، مفيش ولا اوضه فاضيه. ما تكدبش يا عم الوان، الاوضه البحريه فاضيه.
والاوضه اللي في الجنينه فاضيه اديها لهم. لا لا الا دي اصلها مخزن. ما معروف يا انكل ما لهاش حد في الكافيتيريا. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسه والقرص وقله الحياه؟ بص شوف. يعني هم اللي هياخدوها احسن منهم. ربنا يحميكي يا شابه. حرام عليك يا عم الوان. دول بالذات هاخد فيهم رفد. مش هتصلي على النبي بقى. يلا بقى يلا بقى عشان يلا بقى 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 احنا متشكرين قوي يا عم. العفو يا طلعايا. يا بلع بطاطا ولا ايه؟ انت بتتكلم من ايه؟ ورينا حاطط ايه في زورك؟ مفيش حاجه وشرف بابش ولا انت لازم تتكلم زيي على فكره. انا ما اعرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. انت عارف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف. اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى بنات. ادي دقني لو فلحنا. دقنك ايه يا وليه انت؟ يا بنت الطعامه دي ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ ده احنا جدعان قوي. احنا جدعان سوا. ولا يا دهمد يا دهمد انا بهنظر. انا يا خراشي يا خراشي. تسكن اتنين من ورايا وكمان تقعدهم في اوضه واحده يا ضلالي. البصم تقول ايه؟ اتفضل يا فندم. شاكر يا نسا. يا نسا. نعم. هاتي لي دوسيه شركه بلاستيك. حاضر يا فندم. فهمني سنهم قد ايه دول؟ شكلهم ايه؟ حلوين؟ ما هو خلت ربنا. ضروري يكونوا حلوين طبعا. ما انت عارفني صاحب مزاج صاحب مبدا. الحلوين هم اللي محتاجين الحماية، أما الوحشين فوحشتهم لوحدها بتحميهم. بس يا ترى زي اللي سكنوا قبل كده ولا أحلى؟ لا طبعا أحلى. هم في الواقع الشكل الثاني خالص. برافو يا علوان. تعرف إنك شوقتني أوي أشوفهم. برافو. ده ربنا بعت لنا المكان ده نجدة. بس زي ما اتفقنا ها احنا نقعد نذاكر وندح وما نخرجش من هنا غير على الكليه فورا. بس ايه بقى زي ما فهمتك يا عم. ايه ده؟ ايه اللي بانا؟ طول النهار عشان محدش يلمحنا. بالليل بس نفتحه شويه كده عشان نهوي الاوضه.
الخير. احنا جايين نوريكم الجدول اللي توافقنا عليه كلنا. امال فين بهيره؟ نامت؟ اه. ايه ده، مال صوتها؟ نعسه يعني، هي واخده برد في ظهرها. اه عين قلبي يا روح قلبي، بعد الشر عليك يا قلبي. يا صدري يا صدري يا قلبي. الجدول اهو. جدول ايه؟ جدول الدرب؟ لا، جدول شغل البيت، وده نصيبكوا فيه بالعدل وحياة امي. ايام الطبيخ السبت والحد والاثنين وبس. طبيخ؟ ايه مالها؟ لا دي قلبت نازله شعبيه. التلات غسيل المواعين والسيرفيس. قلبت التهاب رئوي. في حاجه تاني في الجدول يا اختي؟ الاربع والخميس كنس ومسح الفيلا. سبت حد اثنين ثلاثة اربعة. اظن يوم الجمعة اجازة طبعا، مش كده؟ طبعا. ما انتوا لازم ترتاحوا. ميرسي. وتسلوا وقتكم بقى بالغسيل. غسيل؟ غسيل ايه؟ غسيل البرك. شو غسيل برك هيدا؟ شو هالكلام الفاضي؟ غسيل شراشف ومحارم وبرديات وتنانير كمان. اه يا انا اما. هي انا بتبصل. اسكتي يا شهيرة، اسكتي، هنغسل تنانير ما تفضحيناش. تنانير؟ اه. ايه مالها؟ لا يا حبيبتي، هي موافقة على الجدول خلاص. صحيح؟ اه. طب ميرسي يا بهيرة، ميرسي يا شهيرة. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا روح. مع السلامة. ميرسي يا امورتي. مع السلامة. ما احنا بنتبس احنا كمان، وانا مش هطبخ، انا رخط. ميرسي قوي. عجبك كده؟ انا على اخر الزمن اغسل واطبخ؟ انا حارمي نفسي بالشباك. يا ده انت ما تبقاش مجنون، مفيش حاجه من دي هتحصل. انا اغسل تنانير؟ انا لو بقى عارف ان انا بغسل تنانير يتبحني. يا ريت على التنانير، ده في شراشف. اعملي معروف يا بهيره، لحسن ما عنديش ولا بلوزه. يا حرام، هتخلصي كل ده على امتى يا مسكينه؟ قولي لهم يا غجر، حرام عليكو. خايفه اديكي الفستان اللي عليا لا تقولي بستعبطك. شوف العبط. هاتيه. حاضر اهو. لا مش هنا، بعيد. العافية، شراشف والبرديات. انا ما بغسلش شراشف وبرديات، انا بغسل تنانير. فين التنانير؟ رايا وسكينة. شكل تاني خالص، مش كده؟ مسكن لي اتنين غفر يا كافر، ده انت احلى منهم. العفو يا بيه. ايوه احلى منهم واجمل منهم وارشق منهم 60 مره. ما ده يكون عينين زيه عليا انا كمان. ما بطمش. حاضر. التهمتين دول ما يقعدوش عندي في الفيلا، اتفضل خرجهم فورا. حاضر. وهخلصك من باقي كمان. اسمع. نعم. بتقول ايه؟ بقول اصل البنات اللي في الفيلا قالوا لو البنتين دول مشوا مش هنقعد هنا خالص. سلام عليكم. لا اسمع. خليهم وقتا. وبعدين انا هشوف لهم مصيبه تاخدهم. الصبح نقلع الفستان ونلبس البدله، وبعد الظهر نقلع البدله ونلبس الفستان. ده غلب. عندك حل تاني؟ لا، انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر ستات. انا أوه. انا ايه ده، مش تاخدوا بالكم؟ مش معقول كده. الله، بيتهيألي اني شفته قبل كده. مش انا. وانا متهيألي ان انا اعرفها. هو بالعافيه؟ تكونيش فاكرين واحده صاحبتك ساكنه معاك ولا حاجه؟ يخلق من الشبه 40. وانت كمان بشبه عليك. لا بقى، ده يبقى خمسه غيرنا. يا جدع يلا بينا، انا احسن نتكشف. انتوا اداب؟
ايوه بس احنا تاريخ. واحنا كمان. على مول المحاضره متاخره عشان الاستاذ لسه ما جاش. اتفضلوا ارتاحوا معانا شويه. اتفضل. مين اللي هيحاسب؟ على فكره احنا نظلنا هنا كل واحد يحاسب لنفسه. انجليزي. ما تخلوها طلياني وتدفعوا لنا. انا بقى انجليزي وابويا بريطاني وامي من كفر انجلترا. فيري بزلطة. خد الكشكول بتاع الامام. شكر قوي يعني سنة. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. باين عليهم خام خالص قوي لكن طيبين قوي قوي. حمدي. صدفة غريبة اني الاقي نفسي مروح في نفس ميعادكم. لا احنا هناخد تاكسي المرة دي. الله في واحد بيعاكسه. ملناش دعوة يا جدع. دول جيراننا. فين الشهامة؟ صح. ورايا مالك بيهم يا جدع انت؟ خليك في حالك يا شاطر. اسمع تتكلم كويس ما تعرفش ايه اللي هيجرالك. ايه اللي هيجرالي؟ وانا شرفني. شهامة. ايه اللي هيجرالي؟ يا عيني يا ابويا. يا جماعة انتوا فاهمين غلط. الاستاذ حمدي في طريقنا وعايز يوصلنا. دي حركات ذئاب. رجلنا على رجلكم. مفيش مانع اوصلكم انتوا كمان. العربية اهي. اتفضلوا. العربية هيوصلنا. اتفضل. اهلا وسهلا. يلا. عيني ضابط. اتفضلوا. البوابات رايحين فين؟ انت شخصيا رايح فين؟ مش رايح. اهو احنا هناك برضه. طب اوصلهم وبعدين اوصلكم. لا 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 احنا كويسين قوي كده. وعلى مهلك والنبي يا اسطى. سوق يلا وحياتك. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. باي باي. هاي. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. راح فين؟ مروح. ما تنزل. ما ينفعش عشان زعزع. ايه؟ اه صحيح. اركب. فين قوي يا استاذ حمدي؟ العفو. انا تحت امركم. كده؟ طيب. بكره بقى والنبي في نفس الميعاد. ها؟ مين اللي قال ان في علاقة وطيدة بين الحب والكازوزة؟ اظن نيكولاس باتس. لا زغلول سيد احمد. اصل واحنا قاعدين في العربية البنت نجوى كانت لازقة فيا فحسيت ان جسمي نمل زي ما يكون فيه كازوزة. شو ده الحب ولا؟ الله اعلم. باميه ورز وكباب حله. احنا عايزين نشيل الحاجات دي من السوق. عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله قوي حياتك. نعم. قصدي موس عشان احلق بيه القلم. ابري بيه دقني. احلق بيه. موس ابري بيه القلم. يا روحي. حاضر. اشتري لك برايه يا حلوه. هحلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة اكون فايت من هنا وانتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو انتوا فعلا رايحين السوق. اصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي ما قدرش ينزل النهارده. عال فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول. اتفضل. ميرسي قوي. ايه ده؟ هاي. هلو. انسة بهيرة. انسة شهيرة.
مش اوانس بقى، قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كبد. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلعز وكامل عيلة كله. انا مسكومة. ريحي ملفات. كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الأنسة بيسا انها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا اختي؟ عمي. بتاعت عمي. ما اصلا عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. انا اسف يا انسة. انا روحي راح. اما حاجة غريبة عارفة بالصدفة كنت ماشي من هنا وبعدين. امال فين نادو نجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك خدنا معاك. كلمهم كلمهم. مش معاهم. قوم بقى ارجع لهم. حرم عليك. حرم عليك انتي بقى. انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيرة وبهيرة بعد الظهر، والغريبة انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. حاسب. هو بيقول علي انا؟ لا علي انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفه غريبه في البرج بتاعي. تقابل شخصيه عظيمه سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانيه دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابه. عيني في عينك كده. في الفيلا احسن عمي يموتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيسا؟ استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. دي اول مره تعملها. على فكره انا قلبي مش مطمن. ايه ده كريم؟ انا بدهن كريم كراميل. بصراحة يا رجالة يا بنات، بيسا بعد ما خرجت من الكلية النهاردة الصبح ركبت العربية مع حد. اكيد كان معاهم زغلول وحسونة. لا يا اختي زغوا منهم. زغلول وحسونة خدوها موت رجلي لحد هنا، قصدي لغاية بيتهم. يا حرام. ايه صعبانين عليك اوي. حسونة بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. اشمعنى حسونة؟ انتي هبلة ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما
شفتك قلت البنت دي وحسونه لايقين على بعض قوي. ايه اللي عاجبك في ابو اردان ده يا سليم؟ ابو اردان هو شكله اهبل فعلا زي ابو اردان. ابو اردان ابو جلامبو برضو عاجبني. شاطره يا بنت. على الاقل احسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي ده العرسه المبلوله يا اختي. عرسه لابسه فستان لابسه بدله. نجوى يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش انما هو بيحبني ومعين في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلب مش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلابك ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا بس نهد هي اللي نسمعها، حسونا مش حاسس بيها خالص. صور يا شهير عمره ما قال لها كلمه حلوه. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي، انت هتقابلي حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسون ضروري عنده محاضرة. لأن حسون لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق. يا ريت. هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوتك أبو كشنا. أنا هوب. قول اتكلم. أنا ها اتكلم يا حسون. اصل في حاجه حلوه عاوز اقولها لك. قول ايه هي الحاجه الحلوه دي؟ حلاوه حنيه. يا سيد يا بدوي، انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا نام ولا ذاكر ولا اعمل اي حاجه. تتكلم جد؟ والله، وحصلت السنه دي ان شاء الله، وادي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش اهي. ومن ايه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه. والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي القراده. ايوه بالظبط. زي القراده. والقراده اهي. زغلول. نعم. يا حلاوة. بسيتني اول مره في حياتي اتباس. محدش باس لي قبل كده غير امي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. مره جايه انت تبوسها بقى. ازاي؟ زي بتوع السيمه، زي بسيمه كده. خد عليك كده تقعد، خليك واقف بقى، وتروح حاضنها كده. ها، وتروح ايه غلط؟ انت عاوزه نصيحتي يا نوجا يا اختي؟ ايوه والنبي قوليلي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما هو دي معناها انه راجل حمش ناشف، يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بسك كمان. طيب. شاطرة يا نوجة، شاطرة قوي، شاطرة قوي قوي. ماسك كفاية بقى. واحدة بقى، ده بتوع السيل. هما كام بنت اللي ما عداهم معاكي في الفيلا؟
ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله، لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي أتعرف عليه. أصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان. بالحق فكرتني، لازم أكلم مصر ضروري. أنا عندي خط مباشر في المكتب. كده هو بقى كلكم كويسين. ماشي. أنا كويسة قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ميرسي. لما إرادة العمارة ولا لسه؟ عمارة إيه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسة يا بنتي، مش عاوزة حاجة؟ المواصلات، المواصلات تعباني قوي يا مامي. لو ممكن من فضلك تبعتولي العربية الزيتوني. زيتون إيه يا بنتي؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتلها شوية. حاضر، هبعتلك صفيحة. لا بلاش السواق، أنا هسوق الصفيحة بنفسي. العربية. ميرسي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفة إن عندك سكرتيرة حلوة بالشكل ده. مش أحلى منك يا بيسة. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسة. مش قادر. مش عن الساعة أبدا لما تكوني معايا. كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. الساعة 11 دي سندريلا؟ ده حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. بيزا هتوحشيني. صحيح؟ قوي. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات بعد ما يناموا؟ ما هو بس عمي موقف حرس و اللي هيتعرض لي هقتله. طيب مساء الخير يا عم علوان. مساء النور. خلي بالك من الفار. كمان. طب خديني جنبك بقى نفكر سوا. آه.
اما الحب ده لذيذ بشكل يا له. احنا ما كناش عايشين يا جدع. ليه ندو يا جدع انت تطلع من نفوخي بلد. أرجوكوا تسمعوني قبل ما تتخذوا أي قرار. أولا أنا اللي قلت العلوان، ما يقولكمش إن أنا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الأوض الجميلة اللي جهزناكم. ثانيا سبب دخولي عندكم امبارح بالليل إني كنت نسيت حاجات وأوراق مهمة لما جيت نقلت. ثالثا لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم أنتوا مش بتاعتي أنا. بس أرجوكوا اسمحوا لي أقعد في أوضتي كام يوم لغاية ما أخف. ولغاية ما ألاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص. بعد الشر عليك. الوان سندني الوان. أيوة. يا حرام شو هالزلم الادم منتهى الاخلاق. يا سلام ضحك عليكم كلب عليكم حلاوه. بالعكس ده حسب لنا الدنيا وماشي. لا هو ما يمشيش لان ده ملكه
احنا اللي لازم نمشي، وده قراري الاخير للعلم. انصوع انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفلة. ايوه كده. بس اما نلاقي حتة تسكن في مكان تاني. يعني هنفضل هنا مؤقتا. ايوه فكرة هايلة. عشان خاطر ايه بقى يا بسبوسة والنبي؟ بس ايه، خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير. ده الفيلا فيها رجالة. رجالة؟ هما فين دول الرجال؟ احنا مش احنا. احنا هم يا رجالة في الفيلا تبقى فضيحة. بسيطة ولو على شو خايفين؟ كل وحدة منكم تقفل باب اوضتها عليا من جوا. انت فاهم حكاية ولو جوا؟ بتقول كل باب يسكر على الحنة انا من جوا. يا دلي انا شايف ان الحكاية ابتدت تتعقد يا سعد بيه. بالعكس يا عبيد، ابتدت تحلو. يا بيه يا ابن ايه؟ ولا تقبرني ان شاء الله. يسلم لعيونك حبيبي انت، حياتي تسلم. مش كده عيني هو انت يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله. وحمى اف لا حمى ولا عجمي، انا بنشرب سجاير. بتمم عليكم، استغفر الله العظيم. ريحتك حلوه، الله يخرب بيت امك. الورد جميل لكن الصفح اجمل. صباح الفل حمد. اهديك هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمد. إلى أجمل من في الدار، أم العيون ذات الأسرار حمدي. الشاي الكشري يا بنات. شاي زيتون. زيتون احنا امبارح كنا عصبين شويه وظلمنا حمدي، مش كده والنبي؟ فعلا ده باين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي سبت ورد. انا كنت فاكره انه بعت لي انا بس. وانت كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعت لي معاه كلمه رقيقه. اسمعي شو كاتب لي. تقبريني يا حياه قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعتلناش ولا سبت سجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا سبت جزم قديم. ياه، ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي. باي.
صباح الخير. اهلا صباح النور. ميرسي قوي على الورد اللي بعتهولي. العفو انا اللي زرعه بنفسي. صحيح؟ ايوه انا اصل دي هوايتي المفضله وعندي مجموعه نباتات ظل مش موجوده في مصر. فين؟ في البيت الصغير. تعالي اوريها لك. رايحين فين؟ خدونا معاكم. مش رايحين. بعد الشر عليك. الله، انت لسه ما خرجتيش؟ انا متاسف، انا كنت بحسبك خرجتي معاهم. اصل في ماسوره ضربت في الاوضه اللي فوق وجيت هنا عشان اشوف اذا كان في نشأة ولا حاجه، يعني عشان ال هم البنات كلهم خرجوا. يعني في الفيلا ما فيش غيرك انت وانا بس. اصلي حسيت اني تعبانه شويه. عيانه؟ يا خبر. وريني. يا ساتر، ده انت جسمك كله حراره. وريني هنا كمان. لا 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 من فضلك. بس وريني بس. لا لا وريني بس. لا من فضلك. عملنا لك شوربه سخنه اهي. الحمد لله الحيطه سليمه. اصل الميه ضربت في الحيطه والحيطه ضربت في الماسوره، قصدي الماسوره ضربت في الدولاب، الماسوره ضربت في الحيطه. ولا مؤاخذه. تجنن. بقى ايه ده؟ انت دايما في وشي كده. اصل الباب كان مفتوح. مفتوح ازاي؟ ده انا قافلاه بنفسي. الصراحة بقى انا كنت عاوز اعمل لك مفاجأة. تعالي بصي. لوازم التنس كلها راكت كور. ادي واحدة. تعرفي يا نايد، ما كنتش اعرف انه بالليل بتبقي بالجمال ده. ياه، ومارك الدنلوب كمان. شوفي دي كمان. الله، الليل بيديكي سحر غريب قوي. عن اذنك هقفل الشباك عشان ما تبرديش. ليلتك فل. شوف الهديه الحلوه اللي جبتها لك. كتاب تاريخ الحضاره اللي كان نفسك فيه. قومي يا حياتي. مساء الخير. ايه
كده بهيرة. أنا من يوم ما شفتك وأنا حالي اتقلب، ما بقتش عارف راسي من رجليا. أنا بقى اللي مش عارف راسي من رجليا أتصرف إزاي أنا بقى دلوقتي؟ يا سمير. إيه دي؟ هدية بسيطة. أنا حاولت المستحيل علشان ألفت نظرك، لكن أنت مش حاسة بيا خالص. خالص. وبعدين بقى يا شهيرة، أنت فين رايحة البنت؟ شهيرة برضه. أنت مش عارفة هي بتقول عليكي إيه؟ قالت عليا إيه اللي عاملة زي الراجل دي؟ بقى أنا راجل لابس ست. دي بهيرة اللي بتقول. قال ايه؟ قال شهيرة عبارة عن راجل لابس ست. نهار وعي، قصدي نهارها اسود. بس انا شايف غير كده، انا شايفك ست وست الستات كمان. هو صعيد هوا غلاب. عاوز تبصني؟ حواليك البص اللي على قصر. انت بتصرف عليا ولا انت واد؟ انا راجل ولا بالست هتكشفنا بغباوتك يا مغفل. انا المغفل ولا انت؟ يا عم بس ولا مغفل بقى انت هتقعد يا جدع. انت بتمد ايدك على الواحد دي يقطعك حتت والله. ولا ما بتلمسنيش انا لو عندك كرامه ما تقبليش منه هدايا خالص. المرجع ده انا محتاجه له فعلا وكله هينفعنا كلنا. ما فيهاش حاجه يا بيس. ما فيهاش حاجه يعني ايه؟ بمناسبه ايه تقبلي منه هديه؟ انت عارفة كويس اني بحب زغلول، واطمني على حمدي بتاعك ده يا اختي. يا سلام، انا حمدي ده ما يهمنيش في اي حاجة. انا بتكلم على مبدأ وعلى العموم بسيطة. ما انا كمان جاب لي طقم التنس ده. يا نهارك اسود ومخبية عليا يا سوسة. طب تعالي هنا. لا باين عليك اهلك ما ربوك، انا هربيك. تعالي هون. سنيني سنيني بقول لك. تعالي هون. على شو دخلك بحبي؟ على جمالك هيدا ولا على جثة بتلاقي النفور؟ طقي موتي، حمدي بيحبني وبيموت فيا، ودلوقتي حالا هروح اجيبهولي عشان يقول لك الكلام ده بنفسه. لوين رايحه؟ اجري على قلتك سامعه وليلي. سيبيني سيبيني. انا فين؟ خش جوه. اتفضلي يا سلوى. خش يا حبيبتي. خش. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ استقالتي. هو ده وقت متاخر. جيت متاخر طبعا، كان لازم اسيبك من زمان. اهون عليا اكلها بتقه من اني امشي معاك في الطريق ده. انت جننت؟ لا، فتحت، كنت اعمى وفتحت. دور الباقي عليك انت اللي اعمى، وحتى انك اعمى على طول. حلوان استقاله قدامك اهي. لو ما كنتش اعمى كنت عرفت ان البنات دول غير البنات اياهم. لو ما كنتش اعمى كنت شفت الحب اللي بتحبه لك بيسا. بيسا؟ ايوه بيسا. بيسا اللي انت جرحتها. بيسا؟ ما انا كمان بحب بيسا، بس هي اصلها طلعالي كده في العلالي ومش عارف. انا بحاول ان انا اتصل بيها وما بقدرش. انت بتبطل تقول ايه؟ لا كفايه بقى. خد دي كمان. اتقوا الله في قلوب العذارى، فان قلوبهم مربوطه بضبارة.
بيه مني في كل حته. انا من حقي ان انا دافع عن نفسي. طبعا ما انت من حقك حاجات كتير قوي، ما انت صاحب الملك، بس انا كمان من حقي اني ازعل من المصياده بتاعتك دي. انت هنزليني عشان الفيلا دي؟ النهارده 16 في الشهر، من النهارده الفيلا دي مش بتاعتي. لا يا شيخ، عشان اثبت لك ان انا بحبك. بيسر انا بحبك، صدقيني صدقيني يا بيسر صدقيني. اوعى كذاب كذاب. بهيرة، أنا كنت عاوزك في كلمة. أنا عارف إنه قلبك حنين يا بهيرة. ما تحطش إيدك عليا. بهيرة، وحياتك، أنا عاوزك تتوسطي لي عند حبيبتك بيسا. إيه رأيك؟ ها؟ ها؟ نضف. ما نضفش. نضف. شهيرة، شهيرة. بيسا واخدة مني موقف ومحدش هيعرف يحله غيركم. انا عارف انها تسمع كلامكم. ويا ريت يا حبيبي، وانت شايف ايديا مشغولة مزروطة الدنيا. ايه ودي ايدين اتخلقت عشان الكلام الفارغ ده. عندك انت يا حبيبتي، عندك. اتفضل. ما تقشر لنا البصل ده وخليه جدع. حاضر حاضر حاضر. بيسا دي اول حب حقيقي في حياتي، ارجوكم فهموها. انت بس وشغل البيت كله على دماغنا. كله الا الغسيل، خصوصا التنانير. تنانير ايه؟ انت ناسي البرديات والشراشف؟ انا تحت امركم اي حاجه، غسيل، مكوى، تسييل ارض، اي حاجه. كلمتوها؟ هي معصلقه شويه، لكن احنا شغالين، ما بنونش يعني. انا مش عارف اشكركم ازاي. طب اشتغل. حاضر. اشتغل انت ابن حلال. شايفه شايفاك. رجعهم تاني. عايزك بقى تسيق الحته دي. ها؟ حاضر. وحياتك، وتحت الترابيزات. حاضر. وتشيل السجاجيد كلها تنفضها من بره. حاضر. ها؟ والتواليتات عايزها زي الفل، تغسلهم كلهم بالقوم. حاضر. وحياتك، وصفائح الزباله. حاضر. تقلب الزباله وتغسل الصفائح من جوه بالقوم، عايزاهم فل. حاضر. وحياتك، والبلاليح تسلك البلاليح. حاضر. واللي تسلك بلاعه برضه تنظفها من جوه بالقوم وزي الفل. حاضر. وحياتك. حاضر. وادي العده اللي هتشتغل بيها، شايفها؟ دي عدتك يا حبيبي. فين الواحد يلاقي شغاله مريحه زي دي؟ ده احنا تهد حنا يا جدع. من بكره الفجر هبعته يجيب العيش والخضار وليفه للحمام. بس هنعمل ايه بعد ما يصطلح هو وبيسا؟ اخ، دول مش لازم يصطلحوا ابدا. مش تبارك البهيره؟ على ايه؟ هنجي خطابها النهارده. ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ الراجل برضه عاوز يستقر؟ نفسي من زمان في بنت الحلال. نفسي من زمان في ابن الحلال. مبروك يا بهيرة. ميرسي ميرسي قوي، ميرسي قوي قوي.
حمدي غصان فين بقاله كام يوم؟ يا داهية لا يكونوا اصطلحوا وفقسوا الفولة. يبقى مقلب، هنسيب المذاكرة ونرجع للطبيخ. طبيخ ايه؟ الغسيل. الشراشف. والتنانير. تنانير. انت بتاكل ايه؟ شراشف. هات شرشوفة يا اخي. وفضل العرب على الحضارة الأوروبية معروف، وهم أول من اخترعوا الصيف وذلك حتى عشان أساتذة، وجابر اللحية يعتبر رفاعي حتى عشان اخترعوا الصيف، تبرع هذا التصديق فيعتبر هذا. ازيك يا بهيرة؟ كويس؟ الحمد لله. هو الفرح إمتى؟ فرح؟ فرح إيه؟ بهيرة. بهيرة. لا بهيرة. مالك؟ سابني. إيه؟ سابني وعلى كتفي تلات عيال. عيال ايه؟ اللي كنت هخلفهم منه. انت بتقولي ايه؟ فسخ الخطبة يعني؟ ايوه. وايه السبب؟ اصل خطب شهيرة. مش ممكن، مش ممكن يعمل كده. بنت بختك يا اختي. معلش معلش يا بهيرة. والعرب هم أول من اخترعوا الصفر. بيسة حمدي، مالك يا حمدي؟ عيان وبجد المرة دي مش تمثيل. من إمتى؟ بقالي كام يوم. ولوحدك؟ يعني لو كنت مت ما كانش حد حاس بيا. بعد الشر عليك. كان عندك ايه؟ في دواء بتاخده؟ انا ما اقدرش اخرج خالص. طب مش كنت تنده علينا؟ وخطيبتك ما جاتش تزورك ليه؟ خطيبتي؟ خطيبتي مين؟ بهيرة. يا شيخة هو ده وقت هزار. ما تحاولش تنكر. هي قالت لي بنفسها انكم مخطوبين. وعلى مود ده شيء ما يهمنيش. على إذنك قبل ما خطيبتك تطب وتلاقيني هنا معاك. بيسة. بيسة. أظن في موضوع لازم نسويه مع بعض. اوعى تلمسني، تاخد فيها 6 أشهر. يا شاويش. نعم. يا خرابي ده جاهز. لا خلاص انا سامحته يا شاويش. العظيم زي ما بقول لكم كده، وهو ده المكان اللي بيتقابلوا فيه هم الاربعه في السر. بصوا بعد شويه هتلاقوا حسونه زردول خارجين من جوه، طبعا بعد ما هيصوا معاهم شويه. النجوة، أنا أذنت لك تلبس اللي بستني سرت. اخرك يا بتاع بهيرة. إيه؟ إحنا اتهزقنا قوي في البلد ده يا رجالة. أنت اتجننت يا بنت؟ اخرس يا بتاع شهيرة. طيب، طيب، كفاية.
يا ابني في ايه يا ابني؟ ها؟ وانت يا روحي ايه رايك في زغلول؟ وانت يا ست بهيرة مش كفاية عليك يا حمدي؟ صلوا على النبي يا رجالة. صلي يا بهيرة. صلي على النبي. انتوا عملتوا ايه؟ في يوم واحد انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم عجبي ابو العامل انا هقوم اخد حمام خد لي معاك انا مش قادر الريحة بيبي نار فل بالزيت الحار قلبي مولع نار اصبر اصبر روني ابو دم خفيف انت لسه بتيجي هنا في موضوع خطير عاوز اقولك عليه مش معقول انا شفته بعيني ما يتكلم هاي يا جماعة وحياه بابي احنا مظلومين في حكاية حسونة وزغلول دول اتحدى اي واحدة فيكم تشوفنا مع بعض احنا الاربعة اصلا ما تجيش اصلا انا وهم ايوه تعرف يا ناهد حسونة بيموت فيك ده زغلول بيموت في دباديبك يا نجو ما تشيلي دي يا حبيبتي اللي مبلوله تهدي برد ميرسي وانت في ديك الساعه يا نجوى لما تلاقي شاب حلو زي الفل كده بيحبك وعايز يتجوزك انت جعانه للدرجه دي يا حبيبتي قوي قوي يا روحي بالهنا والشفا ماشي هموت هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ناخد الهدوم والكتب. خش هاتوا. ازاي؟ تعال. اطلع فوقي. اطلع. شايف ايه من عندك؟ شايف خير اللهم اجعله خير. عايزين اكل ابيكم يا زغلول ده هي بتمطر ولا انت عملت حاجه
الجدع ايه؟ غرقني. كنتوا بتعملوا ايه؟ لا ابدا، كنت بقطف ورده علشانه، علشانها، علشاننا. وايه الهدوم دي؟ طب لقيتها رجاله ولا ستات؟ رجاله. سرقة رجاله، كرسال، سرقاله، كرسال، سرقة رجاله. فلنكات. طب تعالوا معايا. ما تعيطيش يا اختي انت وهي، بعد ما تخرجوا من هنا عندي لكم شقه مفروشه. فين؟ صحيح، ربنا يخليكي. ساكن فيها راجل يعجبكم قوي. خلاص اقعدي يا وليد. عندي عيال والله. اقعدي يا وليد وهي دلوقتي. السلام عليكم. اهلا يا فندم. في عندكم اتنين ستات رجاله، قصدي اتنين رجاله ستات. لا قصدي اتنين رجاله لابسين ستات، مش كده؟ ايوه يا فندم. ممكن ادفع الكفاله بتاعتهم؟ ممكن يا فندم. استاذ حمدي انقذنا من الضياع، جعلوني مجرما، بقينا سيقان في الوحش. ما تخافوش انا جاي اخدكم، ما تخافوش. بس هنروح فين دلوقتي؟ نروح في اي حته، بس المهم ان احنا نسيب الفيلا دي. يا خساره. من فضلكم دي فيلا الاستاذ حمدي كامل؟ لا دي فيلا الاستاذ فرافيرو. ليه؟ عايزين اوضه؟ لا احنا لجنه مشتركه من وزاره التعليم العالي ووزاره الشؤون. في حاجه؟ احنا جايين نعين الفيلا عشان نستلمها. تستلموها ليه؟ صاحبها اتنازل عنها لتحويلها لبيت للطالبات تديره اداره المدينه الجامعيه. اتنازل عنها النهارده؟ التنازل كان يوم 16. يا بخت اللي هيسكنوا فيها. مش انتوا ساكنين هنا؟ كنا. ده شرطه الوحيد، ان تبقى جميع الساكنات الاصليات فيه وبنفس الاجره اللي كانوا بيدفعوها ولحد ما يتخرجوا من الجامعه. لازم نشوف حمدي، احنا لازم نشكره. يلا يلا يا حمدي يا روح قلبي، ميرسي يا روح، ميرسي يا حمدي. ده انت مذهل يا حمدي. متشكر قوي، لكن انا صعبان علي قوي حسونا وشغلونا. الحقيقه طول ما هم معانا ما عملوش اي حاجه وحشه. يا ترى هما فين دلوقتي؟ غسيل على مين بكره؟ علي انا يا سي زغلول. حسونا ماهد. يلا بينا يا بيس. على فين؟ على المكتب مؤتم، وانت جايه معايا. انا ليه؟ علشان نكلم مصر في التليفون ونكلمهم على حكايه ال الزيتون. ها؟ وبعدين نحود يومين من على الامه نبقوا هناك. طب اتكل على الله. على الله. حرام. ما حدش فيكم عسكره؟ راحوا فين دول؟ راحوا فين؟ يا حراميه.